بقول لكم ايه، بصوا كده، ده بانيو ماشي، في هنا بقى كده زي صدى، هو صدى لكن بص الخبطه بتاعته بقى، اسمع، فايبر مش حديد. بص، ما هو ده فايبر، بس فايبر يصدي كده ازاي بقى؟ ده احنا هنرشه، يعني اللي عنده فكره بقى عن افضل طريقه عشان ما يقشرش تاني. اللي انا شايفه بصراحه ان كل ده اتصنفر كويس وياخد الايبوكسي، ياخد ايبوكسي برايمر، وبعد كده كله يترش، ما ينفعش فيه مرمره طبعا بقى، يترش كله احسن عشان يكون ميه واحده. لكن نيجي هنا كده، بص، حديد صاج خفيف، يعني ده انا شايف مش فايبر، صاج خفيف هنا كده، بص، وياخد بقى يتمعجن، وبعد كده يترش ايبوكسي تاني، ايه بقى، ياخد اكريليك بقى، يترش اكريليك عادي، وهي بتاعت العربيات عالي، بس هو زي صاج. لا لا، ده صاج مش فايبر على فكره، هناخد بالنا كده، صاج، واضح ان هو صاج كويس، مثال يعني فرصته صاج افضل من الفايبر، يعني صاج خفيف، ده مش فايبر، بس رنيته عامله زي الفايبر، بس رنيته فايبر. اللي عنده بقى ايه افضل فكره، ده طبعا ده يتشال الحل، وده يتحل عشان في هنا برضك صاده صنفر، ياخد كله ايبوكسي، و تمام. ايه رايكم في الموضوع ده؟ يتلقط او يتلقط، ياخد معجون بعد، بس هو اهم حاجه يتعزل، الصاده ده يتشال كويس، ياخد الايبوكسي. تمام، يعني لو في فرصة نعمل برضه طريقة الشغل دي ونسيبها لكم في الوصف، يعني الخطوات وكده. دولت اهي ماشي، ديت وديت وديت.